اللي صار اول شيء اقتحموا مخيم طول كرم، بعدها بكم من ساعه اجوا وبلشوا من اول المخيم بلشوا يجروا. طبعا هون صار عندهم كمين فكعن فيهم عبوات، طبعا صار في اصابات الحمد لله ونجنوا طبعا وبلشوا يدمروا بالدور. طبعا هاي دارنا ودار اهلي، هاي جزء يعني منه كله هذا راح، الجيران المحلات كل شيء الحمد لله رب العالمين، واحنا صابرين وصامدين والحمد لله، احنا الحمد لله ثابتين وصامدين ومرابطين، هاي اهم شيء. وكل ما بسوي هيك كل ما احنا بنقوى اكثر واكثر. كذاب هاي مش اول مره، طبعا هاي بجوز السادسه بهد الدار عنا، عشان ضارب شجاع هون وكل ما بيجي بهد هون، يعني خلص هو موجوع منا، بيجي بيعمل بتفشش بالدور بتفشش بالشوارع بالبنيه التحتيه، هذا اللي بصير الحمد لله. بدون اي سبب بلشوا ضرب وخلع وتدمير في المحلات التجاريه والبيوت على الشارع الرئيسي احنا والجيران، بدون اي سبب بدون اي شيء، زي ما انتم شايفين ضربوا وبقوه وبنيه الخراب، مش يعني كانوا مرات يجي يضربوا شوي الباب يروح، لا ضربوا بقوه بنيه الخراب الواجهة المحل مع الاعمده ومع البضاعه اللي بالداخل. احنا باذن الله ثابتين وصامدين وراح نرجع نعمر وراح نرجع اقوى من قبل، حتى لو هدموا كمان مره احنا موجودين هون، ما راح نتهجر غير الهجره اللي تهجرناها بال 48 باذن الله، صامدين وثابتين وواقفين على موقفنا ويعمل الاحتلال اللي بده اياه فيه. والحمد لله هاي اللي عندي المحل والدار لسبع مره بنضرب، وفضل هذا الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين انه احنا بخير. هم هدفهم هدفين، لهم هدفين، الهدف الاول تهجير والهدف الثاني انه الشعب الفلسطيني يتكاتل ببعضه، يعني المسلحين مع الشعب يدقوا ببعضهم، هذا اللي بدها اياه اسرائيل، هذا كل هدفها. احنا بنقول الحمد لله، يعني بالنسبه للدار للمحل نقطه بحر بالنسبه لاهل غزه، ولا شيء بالنسبه لاهل غزه، احنا غزه راحت باكملها، يعني احنا ولا شيء بحب اهل غزه. يعني احنا كنا في البيت ما شفناهم لما اقتحموا، قاعدوا يفقعوا بالعبوات وقاموا بلشوا بالدور هدم وبحاله وحشيه، يعني مش طبيعي مش طبيعي، اول مره بالحياه هيك بيساووا فينا، بدهم يهجرونا من المخيم، بس ان شاء الله احنا على ارض المخيم صامدين ما بنطلع من دورنا، والله يقوي الشباب ويحماهم يا رب ويرحم شهدائنا.